هاي، لحم الواجيو الياباني هو أغلى قطعة لحمة بالعالم. يقدر سعر الرطل الواحد بين 200 و300 دولار أمريكي، بينما يقدر سعر الحيوان كاملاً بحوالي 30,000 دولار. كلمة واجيو تعني البقرة بالياباني، وبتم تربية هالأبقار بطريقة خاصة لتتوزع الخلية الدهنية بالتساوي داخل العضلات، وبتنظم الحكومة اليابانية تربية البقر لحماية قيمة وجودة اللحوم. أغلى القطع هي ماتسوساكا واجيو من محافظة ماي، وهي محضرة حصرياً من إناث أبقار عذراء مدللة تتمتع بتقدير كبير بسبب دقتها. أشهر قطع لحم الواجيو هو لحم مدينة كوبي يلي بيتم تحضيره حصرياً من العجول أو الثيران المخصية. مين قال إنه واجيو الزيتون هو أندر شرائح اللحم بالعالم ومصدره الأبقار يلي تتربى على قشور زيتون مجففة مضغوطة وممزوجة بعلفة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.